أخبار اليوم. أنا اسمي رضا كرداوي، مذيعة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وطليقة الأخ توفيق عكاشة. المفروض إن أنا بقالي 8 سنين في المحاكم عشان أخد نفقة ابني، أجر علاج، يعني قدمت فواتير العلاج، مفروض أقعد سنتين في درجة أولى وسنتين أو ثلاثة في استئناف وبعد كده أرجع يدفع الحبس. عملت له آخر حاجة 12 قضية حبس، صدر فيهم حكمين بالحبس، واحد يوم 26/3 اللي فات وواحد يوم 31/3. مفروض الداخلية بقى تنفذ لي الأحكام دي. آخر رد كان النهاردة النهاية بقى إن ما عندناش قوات كفاية عشان نروح نجيبه من الفيلا اللي جنب الاسم في قرية الصفوة في 6 أكتوبر. مفروض إن أنا عملت له منع من السفر من 4 أيام، ومبارح أدرج اسمه على قوائم الممنوعين. فوجئت، يعني عرفت إنه راح القنصلية الأمريكية عشان طالب حق اللجوء، وإن عمل تظلم يوم السبت، يعني لو ما صرفتش النهاردة الخميس وبكرة الجمعة وفجأة إنه هو برا. سيبك من الضرر السياسي اللي هيحدث لمصر، يعني مصر لا حكامها اللي يدافعوا عنها، لكن أنا بقى حقيقي أروح فين؟ يعني المفروض أنا لجأت للقانون وخلاص، فكده ده آخر حاجة عندي إن الاعتصام. وإذا النهاردة بت في الشارع أقسم بالله، وأظن كل اللي بيسمعني عارف إن أنا عندي إرادة الحمد لله من حديد، واللي بقوله بنفذه، يعني هو في عز سلطته وفي عز صولجانه وهو عضو مجلس نواب رفعت عليه 20 قضية ما همنيش، وكنت هكسر لهم قانون الحصانة بتاعهم، لأن إيه دخل الحصانة في النفقة؟ فأنا والله العظيم من اللحظة دي ما هاكل ولا هشرب، مش هشرب شربة مية، لأن الحياة في الدنيا دي في مصر من غير كرامة ملهاش معنى.